على ما يبدو أن شركة جوجل قررت أن تسهل كل شيء في حياتنا بما في ذلك من سرقة وضرب مبرح. جرت هذه الحادثة المزعومة في بار مولوتوف في شارع سان فرانسيسكو من الجمعة الماضية. سارة ستولكم الكاتبة في مجال الإلكترونيات كانت ترتدي نظارة جوجل وتتباهى بها مع صديق لها، حيث جذبت انتباه شخصان لربما كانا سميلان. ادعى الشخصان بأنها كانت تصورهما وأهانوها، وكما ورمى أحدهم عليها قطعة قماش مبللة. ومن ثم انتزع شاب نظارة وهرب خارج البار، فلحقت به وتال ذلك مواجهة حيث هددها بكسر النظارة. عقب ذلك شجارا حادا بين لص وصديق سولكم التي استطاعت أن تستعيد نظارتها، إلا أنها وأثناء الشجار سرقت محفظتها وجهازها الآيفون. يقول شهود بأن سولكم نفسها كانت سملة وبأنها أخذت تتباهى بنظارتها التكنولوجية في مكان لا يرحب السكيرة بمثل شخصها.